شرح كلمة أولي العزم. أولو العزم هم خمسة من الأنبياء، وفي قول هم عشرة من الأنبياء: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. هؤلاء أولو العزم. معنى أولي العزم الذين بلغوا الغاية في الصبر من بين الأنبياء. كل لفظ، كل كلمة، كل جملة فيها تكذيب للقرآن أو لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تكون كفرا. فيسألون عن أغنية: أليس نهيت عن سماع هذه الأغاني التي توضع مع في التلفزيونات وفي الراديوات؟ يقولون: نحن من الحب خلقنا. أليس الله تعالى أخبر والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أننا خلقنا من الطين، من الماء والتراب، من صلصال كالفخار؟ هكذا الذي جاء في الشرع. فإذا إنسان قال كلمة كذب بها الشريعة، لو لم يقصد يكفر. يعني بعض الناس يقول: ما قصدت هذا. لو لم يقصد كلمته تكذيب للشرع وهو يفهم معنى ما يقول، يكون كذب الشريعة. لو لم يقصد، يعني لا يتوقف الحكم على قصده. قد ذكرت لكم أن كثيرا من الذين ينتسبون للإسلام ويقولون: روح يا ابن الله أو يا بنت الله والعياذ بالله، لا يعتقدون أن لله ابنا أو بنتا، وقد كفروا بذلك لأنهم يفهمون معنى اللفظ ولو لم يقصدوا. فالعبرة أن يكون فاهما لمعنى اللفظ الذي يقوله. كما ذكرت في درس أمس وكررت وأعود وأكرر، إذا إنسان عمل إحسانا فذم إنسان فعله وهو عمل إحسانا بحسب حكم الشرع، عمل إحسانا، فإنسان ذم إحسانه سماه أمرا قبيحا أو سمى فعله هبلا أو نقصانا أو سفها، يكفر لأنه كذب الشريعة. يعني إذا إنسان تصدق على فقير، فإذا جاء إنسان وقال له: هو هذا لما تصدق يعني ما عليه ديون حالة، ما عليه نفقة واجبة يقصر بها إن تصدق؟ فجاء إنسان وقال له: أنت أهبل، لما تتصدق بكل هذا المال؟ كفر. لماذا كفر؟ لأنه ذم ما هو ممدوح في الشرع. شخص دخل بيتا في مثلا دعوة للإفطار 20 شخصا، فقام هو لله تعالى بعد أن أكلوا وغسل الصحون، فإذا واحد قال له: أنت أهبل، شو جابرك حتى تغسل كل الصحون 20 شخصا، لست ملزما، كفر. لماذا كفر؟ لأنه ذم فعله الذي هو حسن في الشرع، خدم المسلمين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقيسوا ما كان مثله، وعلى هذا فقيسوا ما كان مثله. إكرام المسلمين أمر يحبه الله، خدمة المسلمين أمر يحبه الله. من جعله مذموما سفها نقصانا يكون كذب الشريعة. بالنسبة لاستعمال السواك بعد الزوال، معروف عند الفقهاء الشافعية ما يقولونه: يسن لا بعد زوال الصائم. وأكدوه لانتباه النائم، أنهم يقولون يستحب السواك في كل حال، يقولون إلا بعد الزوال للصائم. شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله المحدث الحافظ الفقيه قال: صح أن رسول الله، يعني ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استاك بعد الزوال وهو صائم، وهو عامل بذلك وعلمنا أن نعمل بذلك، فنحن عاملون به. الفقهاء لهم أقوال في المسائل يكون، فإذا إنسان عمل بقول هذا الفقيه الذي هو قول معتبر لا بأس، وإن عمل بقول هذا الفقيه الذي هو قول معتبر لا بأس، ما في ضرر. فنحن نعمل بهذا، من أراد أن يعمل به فنعم الأمر، ومن قال أخذ بقول أولئك ما في ضرر عليه. يعني نعم، الطيب يقول فقهاء الشافعية يستحب للصائم، أي في أثناء نهار الصوم، أن يترك التطيب. فقلت لشيخنا رحمه الله: هكذا يقول فقهاء الشافعية؟ قال: نعم. قلت: وأنتم مع أي قول؟ قال: أنا مع هذا، لكن قال: ليس مكروها لو فعل. يعني يقول يسن أن يترك التطيب، لكن إن فعل ليس مكروها، يعني هو لا يصل إلى حد الكراهة. فإذا واحد أراد أن يفعل هذا، مثلا
يذهب إلى المسجد. أنتم تعرفون في الصيام متوقف عن الأكل والشرب، أليس قد يطلع من فمه رائحة لا يستسيغها بعض الناس؟ أليس قد يعرق؟ نحن الآن يعني في فصل فيه شيء من الحر، فإذا طلعت الرائحة التي لا تعجب، أليس قد يتشوش الحاضر في المسجد فلا ينتبه لما يقول المدرس؟ قد ينشغل فكره بالرائحة التي يشمها، يقول فلا ينتبه للدرس ولا ينتبه للجملة التي تقال. فإن فعل شخص أن تطيب لمجيئه إلى مجلس خير لا ضرر ولا بأس في ذلك، يعني ليس حراما وليس مكروها. وعلى كل حال أظن سبق وسمعتم أنه يستحب للصائم في رمضان أن يغتسل كل يوم بعد الزوال، لأنه يتعب حتى يتنشط، فهذا أيضا يفيد إذهاب الريح الكريه إذا كان في ريح كريه. الناس ليسوا على صنف واحد. فالشيخ عبد الله رحمه الله يقول: من استطاع أن يتنظف وترك فهذا نقصان وليس كمالا. ما ورد أن بعض الصحابة كان يدخل المسجد ورائحته كرائحة الخروف، قال الشيخ عبد الله: هذا ليس من التقصير، هذا من القلة، ما عنده ما يتنظف به، فهذا لا يلام، يكون من أهل الدرجات العالية عند الله. أما إن كان لا عذر له، يجد ما يتنظف به، ما هو الأحسن؟ أن يكون نظيفا، أن يكون نظيفا. الرسول قال: إن الله يحب النظافة، إن الله نظيف يحب النظافة. نظيف أي منزه عن النقائص والعيوب، يحب النظافة. الله تعالى يحب نظافة الخلق ونظافة الجسد ونظافة الثوب، الله يحب ذلك، يعني معناه هذا شيء حسن، هذا معناه. بالنسبة لبيت الخلاء الذي فيه ما يسمى البيديه وله غطاء، غطاء يعني يغطى بغطاء، هذا يبقى أنه يكره أن يذكر الله فيه في هذا المكان بلسانه، لأن هذا المكان يقصد لذلك، يعني يقصد لقضاء الحاجة. لو غطي، لو كان، لو سكب الماء ذهب عين النجاسة. هذا ليس كالكنيف القديم، في الماضي ما كان يوجد هذا الذي يسمى المجاري ويسكب ماء فيذهب، كان يتجمع ثم ينقل، وهكذا كانوا يفعلون. حتى هذا بما أنه يقصد لقضاء الحاجة مكروه الذكر اللساني فيه، أما الذكر القلبي في كل حال، في كل وقت، في كل مكان فيه ثواب. ما هو الذكر القلبي؟ الخشوع. ما معنى الخشوع؟ استحضار الخوف من الله في القلب، خوف الإجلال والتعظيم، وليس الخوف من النار، وليس الخوف من القبر، ليس الخوف من جهنم، استحضار الخوف من الله، أن يستحضر في قلبه تعظيم الله ومحبة الله، هذا أيضا يدخل في الخشوع. فالذكر إن كان باللسان مع القلب فهذا الأكمل وهذا الأحسن وهذا الأثوب. حسنة يفعلها العبد كما قلت تضاعف إلى 10 أمثالها، عبد آخر يفعلها تكون 100 ضعف، تضاعف له إلى 100 ضعف، عبد آخر يفعلها هذه الحسنة إلى 1000000، بسبب حسن حاله، بسبب خشوعه، الكمال في الأداء الذي يفعله. الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ يراقبون الرسول صلى الله عليه وسلم فيتعلمون منه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كما رأيتموني، كانوا ينظرون إليه وهو يصلي يتعلمون منه. قال: خذوا عني مناسككم، ما أفعله أنا في النسك خذوا مني، تعلموا مني. يراقبونه، يتعلمون، يفعلون، يطبقون. عادات السادات سادات العادات. الشخص الذي يعمل ما يسمى مضيف طيران، تعرفون الحال، لحم غير مذكى يقدمه هذا الذي يسمى المضيف، هل له أن يمتنع في قانونهم؟ لا. أحيانا خنزير يقدمه، هل له أن يقدم الخنزير؟ لا، لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أمروه، والإعانة على المعصية معصية، ليس كما يقول بعض الجهال: يا أخي شغله،
يا أخي عمله ماذا يفعل؟ يقولون يسترزق من هذا، ماذا يفعل؟ في الحكم الشرعي لا يجوز للشخص أن يعمل عملا محرما. فإن قال شخص لا يجد غيره ويحتاج للمال، في الحكم الشرعي إن لم يجد عملا حلالا يدر له جاز له أن يسأل الناس. متى يسأل الناس؟ لكن الشخص إن احتاج للمال لا يجد مالا، ما عنده مال ولا يجد عملا حلالا يعمله، ويحتاج للمال للنفقات الضرورية لنفسه ولعياله مثلا، يسأل الناس، يجوز له أن يسأل الناس. لكن لا يجوز له أن يعمل في الحرام، مطعم يقدم الخمر لا يجوز له أن يعمل في تقديم الخمر، ثم هذا المضيف أيضا يقدم الخمر كما تعرفون، يكاد لا يوجد طيران لا يقدم الخمر، يمكن اثنان فقط لا يقدمون الخمر، البقية يقدمون، ويقدمون لحم الخنزير، ويقدمون اللحم الذي ليس مذكى، فكيف يعمل في هذا؟ يعني لا يجوز له أن يعمل في هذا العمل. الشخص الذي يريد أن يتزوج ينظر إلى حال هذه المرأة، إن كانت حسنة الحال، دينة طيبة، على خلق حسن، يتزوجها، لا ينظر إلى المال ولا ينظر إلى الباسبور. يعني هو يسأل هنا، هل أتزوج بامرأة أوروبية لأجل الباسبور؟ تزوج بامرأة تقية، باسبور ولا بلا باسبور؟ مش أوروبية، امرأة تقية، باسبور أو بلا باسبور؟ أنتم تعرفون الحال في أوروبا، المرأة هناك إن تزوجت برجل يعني على أي دين إن كانت، ثم غضبت منه، غضبت من الرجل، تأخذ الأولاد، تأخذ الأموال وتطرد الرجل، تعرفون هكذا القوانين هناك، فماذا يصير بهذا الرجل؟ يحترق قلبه، وقد يطلع أولاده كفارا، وقد حصل ذلك يا أحبابنا، حصل ذلك. المرأة تأخذ ليس فقط الأولاد، تأخذ ماله، هكذا القوانين هناك، فماذا يكون استفادة؟ باسبور؟ هذا الباسبور لا ينقذه من عذاب القبر، ولا ينقذه من عذاب النار، هذا الباسبور ولا ينقذ أولاده، الذي ينقذه عمله الصالح. فأولا يفكر في أمر الدين، بخلاف حال أكثر الناس اليوم، يفكرون بالمال ويفكرون في الشكل، عندها بيت أو عنده بيت، عنده سيارة عندها سيارة، ماذا يعمل، كم رصيده في البنك، عن هذا يسألون، ما عادوا في الغالب يسألون عن الدين والخلق، هل هذا الرجل تعلم العقيدة، هل هذا الرجل يصلي، هل هذا الرجل ملتزم بأحكام الشريعة، هل هذا الرجل خلقه حسن. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكن فتنة كبيرة في الأرض وفساد عريض. يعني إذا جاءكم الشخص الذي هو تقي وخلقه حسن، هذا زوجوه، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنده مال كثير فزوجوه؟ واحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يتزوج، فما عنده شيء، هذا الرجل فقير، فقال له الرسول التمس شيئا يعني ليكون مهرا، ليس يريد أن يتزوج امرأة، قال للرسول ما عندي شيء، قال له الرسول التمس ولو خاتما من حديد، خاتم حديد، نقول نحن بلغتنا تنكي يعني، مش ذهب وفضة لهذه المرأة، قال لا أجد يا رسول الله، قال ماذا معك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال أزوجكها على ما معك من القرآن. هذا كان معدما، ما عنده شيء، ما عنده شيء، وهذا دليل على أنه في الشرع يجوز للمعدم أن يتزوج متوكلا على الله، ثم إن استطاع تحصيل النفقات لابد أن يسعى لذلك من باب الوجوب الشرعي، يعني لا يجوز له أن يترك المرأة بلا نفقة. لكن إن كان معدما وأقدم على الزواج متوكلا على الله يجوز له ذلك، الله هو الرزاق، الله يرزق من يشاء. هذا الرجل معدم أو ظاهر، ما خاتم من حديد ما عنده، والرسول عليه الصلاة والسلام أذن له وزوجه على ما معه من القرآن، يعني المهر يكون على أن يعلمها هذا الذي هو يعرفه من القرآن الكريم. هذا من يرضى به في هذا العصر؟
أحد فيما تظنون يعني يرضى بمثل هذا الإنسان في هذا العصر؟ فيا أحبابنا الله يبارك فيكم، لا يقول أحدكم أنه أسعى لهذه التي تسمى الجنسية والباسبور وينسى أمر الدين. كثير من الهلاك حصل بسبب هذا، يقولون هناك نظام، هناك شوارع، هناك ماء وكهرباء، لا تنقطع الكهرباء، هناك تكفلك الدولة إذا أنت صرت مريضا عاجزا، يعطونك راتبا، استشفاء إلى آخر حياتك، لا تحمل هما هناك. وأمر الدين، الشيخ عبد الله رضي الله عنه ونفعنا به قال: علم الدين الآن في لبنان. الهجرة كانت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، الآن العلم في لبنان، فالهجرة إلى لبنان. هذا ولي الله الفقيه العالم يقول هذا، ما قال الهجرة إلى الباسبور، ما قال الهجرة إلى جنسية كذا وكذا وكذا، قال فالهجرة إلى لبنان. شخص من أهل الحجاز لأجل أهله حتى ينقذهم، تعرفون الضلال الذي في المدارس هناك، جاء بأهله متوكلا على الله إلى هنا ليتعلموا الدين، ليتعلم أولاده الدين. فقال لي الشيخ عبد الله رحمه الله: هذا مثل المهاجرين، يعني مثل المهاجرين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس تركوا بيوتهم، مساكنهم، أملاكهم، وهاجروا طاعة لله وللرسول متوكلين على الله؟ يعني عندهم ثقة في قلوبهم أن الرزاق هو الله. أنا رأيت بعض أولاد المسلمين في بعض بلاد أوروبا لما أدور للتدريس، ملاحدة، لا يؤمنون بالقرآن، أسماؤهم أسماء المسلمين، أشكالهم أشكال المسلمين، هم أولاد المسلمين، أهلهم من المسلمين، لكنهم طلعوا ملاحدة يجادلون، لا يؤمنون بالقرآن الكريم. هؤلاء خسروا، ماذا استفادوا؟ لو كان عندهم ملايين ماذا يستفيدون منها إذا خسروا أمر الدين؟ حين ينزل إلى القبر ينزلون معه مليونا أو دولارا، مش مليونا، دولارا لا ينزلون. أخبروني عن أحد الملوك لما دفن كان عليه هذا الشال من حرير، قال لما وضع في القبر سحبوا الشال، هو ملك وعنده ملايين ومليارات وما أعرف إيش، يعني حتى هذا قال لا نتركه له، هو راع القبر، خلينا نحن نستفيد منه. هذا معناه. إذا شخص قال هذا سؤال مهم وجوابه مهم، شخص قال أنا أتوب إلى الله من كل المعاصي التي فعلتها في حياتي من غير تعيين، هذا إن كان تاب إلى الله من كل معصية فعلها من غير تعيين حتى تصح توبته، لابد أن يكون عارفا بأحكام هذه المعاصي أنها معاصي. واضح؟ يعني إذا واحد يقول أنا أتوب إلى ربي من كل معصية فعلتها، أذكرها أو لا أذكرها، تصح توبته إن أتى أكيد بشروط التوبة، إذا كان يعرف المعصية معصية، أما كان لا يعرف أنها معصية ما صحت توبته منها. فهذا ماذا يقول؟ اللهم اغفر لي كل ذنوبي، اللهم اغفر لي كل ذنوبي، يعني يطلب من الله أن يغفر له ذنوبه التي يعرف أنها ذنب والتي لا يعرف أنها ذنب، هذا دعاؤه يكون صحيحا. أما توبته من ذنب لا يعرف أنه ذنب لا يصح، لأنه لا يعرف أنه ذنب. يسأل: هل يجوز ضرب الزوجة المسلمة بلا سبب؟ لا يجوز أن يضرب زوجته إن كان بلا سبب، لا يجوز، يعني إن غضب منها لمجرد أنه غضب منها لا يجوز أن يضربها، أو ما أطاعته في بعض الأمور لا يجوز أن يقدم على ضربها. المرأة أيضا انتبهوا، لا يجب عليها أن تطيع زوجها في كل شيء، يجب عليها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ألا تخشن له الكلام، ألا تمنعه نفسها مما هو حلال له من أمر الاستمتاع، وألا تدخل بيته من يكره. ليس في كل شيء يجب أن تطيع زوجها، يعني إن قال لها مثلا قفي لا يجب عليها أن تقف، إن قال لها اقعدي لا يجب أن تقعد، إن قال لها لا لأمر الاستمتاع هذا اللون لا تلبسيه، ليس لأمر الاستمتاع للتحكم، البسي غير هذا اللون، أما للاستمتاع تطيعه. كان يتعكر من لون الأسود مثلا،
فقال غيري هذا تطيعه، لكن يعني أبين لكم أنه لا يجب عليها أن تطيعه في كل شيء، لأنه ينبني على هذا أحكام شرعية. مثلا قال لها اقشري لي تفاحة، إن فعلت يعني ونوت لله لها ثواب، لكن لا يجب عليها. يعني لا أريد أن يبلغني بعد هذا أن امرأة قالت لزوجها لا يجب علي، سمعنا في الدرس لا يجب علي. يعني نحن نتكلم في الأحكام الشرعية، ليس معناه افعلي هذا وقولي له، يعني اتركي وقولي له لا يجب علي. ما هو أمور كثيرة لا تجب عليه يفعلها إحسانا، وأمور كثيرة لا تجب عليك فعليها إحسانا لوجه الله. يعني كيف تكون العشرة بين الرجل والمرأة فقط يقف عندما يجب، هي تقف عندما يجب، لكن أنا أبين أحكاما شرعية. مثلا حكم مهم، قال لزوجته اذهبي لزيارة أمك، رضي أن تذهب لزيارة أمها، فذهبت وهي خارجة التقت بامرأة هو قال لها أنا لا أحب أكره لا أرضى أن تكلميها، فكلمتها فيما لا معصية فيه، ما عليها معصية، خرجت بإذنه، وهي في الطريق صادفت هذه المرأة التي هو قال لها لا أرضى ولا أحب ولا تكلميها، فكلمتها لا معصية عليها، ما عملت معصية. انتبهت يعني في مثل أي شيء نتكلم. واحد مثلا قال أبوك كلما يأتي أهلا وسهلا به لا تقبليه، لا يجب عليها أن لا تقبله أبوها. بعض الأزواج هكذا يقول لزوجته أخوك إن جاء لا تقبليه، أبوك إن جاء لا تقبليه، لا يجب عليها أن تطيعه في مثل هذا. عرفتم في أي شيء تطيع؟ ألا تخرج من بيته بلا إذنه، ألا تدخل بيته من يكره، ألا تخشن له الكلام، ألا تمنعه الاستمتاع الذي هو جائز له، أما ما هو غير جائز تمنعه. يعني كانت في الحيض طلب منها الجماع، تقول له هذا حرام من الكبائر لا يجوز، هذا حق. فالإنسان قبل أن يتكلم يتعلم، قبل أن يفعل يتعلم. واضح شو ماذا أقول؟ قبل أن يتكلم يتعلم، قبل أن يفعل يتعلم، حتى يعرف الحكم، حتى يعرف الحكم الشرعي ويقف على ما هو يلزمه أن يقف عنده. إنسان علق الطلاق على أمر، كثير من الناس يعلقون الطلاق على أمر لا سيما عند الغضب، يقول لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، وأحيانا ماذا يقول؟ يقول إن فعلت كذا فأنت طالق بالثلاث، إن فعلت طلقت. ابن تيمية خالف كل المسلمين، قال لا تطلق، إن فعلت كفارة يمين، كلامه غير صحيح، خالف كل الفقهاء ابن تيمية، أحمد ابن تيمية الحراني. إذا واحد أخذ بفتواه عمل بها وعاشر المرأة يكون يعاشرها بالزنا. إن قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق بالثلاث وفعلت طلقت بالثلاث، ما هو المخلص من هذا؟ يعملان شيئا يسمى الخلع، الخلع به ينحل هذا النكاح الذي بينهما، ثم تفعل المحلوف عليه. يعني قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق بالثلاث، يعملان الخلع، تقول له خالعني على كذا، على دولار مثلا، على 10 دولارات، يقول خالعتك على ذلك بنية الفسخ، لأن فيه قولين في مذهب الإمام الشافعي، على قول هو طلاق وعلى قول هو فسخ. نقول له اعمله بنية الفسخ فينفسخ هذا، هذا ليس مثل الطلاق. إذا قال طلقتك له أن يرجعها ضمن العدة باللفظ، هنا لابد من عقد جديد. فإذا حصل هذا الخلع وفعلت أو لم تفعل وجدد العقد، ذهب هذا الحلف. بعد ذلك إن فعلت لا يقع الطلاق. هذا مخلص شرعي خير من مذهب ابن تيمية الفاسد الذي يشير للناس أن يقعوا في الزنا والعياذ بالله بهذه الفتوى الفاسدة. عنده فتاوى فاسدة كثيرة، قال بعض العلماء إنه خالف خرق الإجماع في مسائل قيل إنها تبلغ 60 مسألة في الأصول والفروع، يعني في العقيدة وفي الفروع، اسمه أحمد بن تيمية الحراني، احذروه. في حديث النزول حين نقول إن الملك هو الذي يقول، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن شخصا اعترض عليه الملك يقول هل من داع فأستجيب له؟ لا، الملك يقول إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له،
ليس الملك يقول هل من داع فأستجيب له لنفسه يعني، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا حديث صحيح ثابت رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، وبه يكون شرح الرسول بكلامه صلى الله عليه وسلم ذاك الحديث الذي هو أشهر، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. هذا الحديث شرح هذا الحديث، هذا صحيح وهذا صحيح، وخير ما فسرته بالوارد، خير ما يفسر به الوارد الوارد، أحسن ما تفسر به ما ورد ما ورد مما ورد. فهذا كلام الرسول، هو فسر كلامه عليه الصلاة والسلام. المشبهة لا يعجبهم إلا أن تقول الله ينزل حقيقة من فوق على زعمه من جهة العرش إلى السماء الدنيا، الله منزه عن النزول الحقيقي والصعود الحقيقي. هذا النزول الحقيقي يجوز في حق المخلوق ليس في حق الخالق، وكذلك الصعود الحقيقي يجوز في حق المخلوق وليس في حق الخالق سبحانه وتعالى. احتفظ بهذا لغدا، بارك الله فيك.